كفايه يا مدير عشان في حد طالب. اتفضل على اليمين. دي مقبرة حالة نادرة جدا، مقبرة جميلة انها تبقى ملونة بهذا الشكل بالرغم من مرور 4400 سنة، الا احتفاظ الوانها بهذا الشكل حاجة رائعة للغاية. والحمد لله بعثة مصرية بايادي مصرية كشفت المقبرة، بالرغم من بدأة الحفاية في 27 فبراير 2019 تم رفع 100 متر من الرديم، لكن ظهرت لنا في النهاية المقبرة الجميلة دي.